السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن العالم أجمعين، اللهم حسن الحال حالنا وحال الجميع إن شاء الله، اللهم شافينا وشافي كل مريض بسم الله على بركة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة أنا بجدتها لوليداتي وعجبتني، وقلت نشاركها مع الأخوات ونتمنى الله تعجبكم. عندنا في المقادير مقادير بسيطه ما شاء الله، عندنا فيها الغير ورقه لبط في موجوده، العجينة المورقه، وعندنا قرعه، وعندنا تقريبا شي نص كيلو تاع السمو. انا درت تقريبا اقل من نص كيلو، المهم هي لهاد الوصفه خصها تقريبا نص كيلو باش يجيو شويه الطراف يكونوا غلاط شويه. وعندنا الجبن الفرمج اللي كاين، اللي بغى يستعمل ريكوتا يستعمله، اللي بغى يستعمل هاد الفرمج بحال هكا العادي يستعملو، بحال الناس المغرب يقدروا يستعملوا داك الفرماج الجبلي هذاك. والتنسيم كيبقى اختياري، اللي بغى يديرها ينسمها بلا سيغولاتي ينسمها، واللي بغى ينسمها بالمعدنوس والثومه ينسمها، يدير الثومه غبره اولا الثومه بوت يدقدقوا مزيان يخلطوا مع داك الفرماج كيجي زوين ما شاء الله، باش يعطي البنه القرع. كما تشوفوا اخواتي غادي ناخذ العجينه، هاد العجينه مرقه، وغادي نثقبها ب هادي، غادي ندور فيها السمو غير بالبزار والملحه صافي. واللي بغى ياكل السمو مع هادي يزيد معاه شويه الشي كريمه مثلا، اولا العصير الحامض وزيت العود. فالناس اذواق كل واحد كيفاش كيعجبو باش ياكل الحوت. نتمنى الله تعجبكم هاد الوصفه وتشاركوها مع الاهل والاحباب ديالكم، وشكرا لكم جزيل الشكر على لي كومونتير ديالكم وعلى التعاليق على لي لايك، ونتمنى الله التوفيق للجميع، ونخليكم مع تتمة الفيديو، والسلام عليكم.